برحب بيكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، برحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا كابتن ناصر. تحياتي لكابتن ايمن وتحياتي لنجومك الكبار في الاستوديو. وفي البدايه كمان بنقول مبروك نادي الاهلي، مجلس اداره ولاعبين وجماهير، وهارد لك للنادي المصري في الفتره الجايه يبقى افضل ان شاء الله باذن الله. عايزين نتكلم النهارده عن الطاقم التحكيمي وعن الاخطاء التحكيميه اللي وقع فيها النهارده. تمام، احنا النهارده عندنا طاقم تحكيم دولي بيتكون من امين عمر، وعلى فكره امين عمر مرشح لكاس العالم 2022، هو تم اختياره في المرحله الاولى، اتمنى طبعا ان شاء الله ان هو يواصل ويبقى في المرحله النهائيه. عندنا مساعد رقم واحد كان احمد حسام من الحكام المتميزين جدا، ومساعد رقم اثنين سمير جمال حكم الرابع عبد العزيز السيد، وعندنا الفار كان محمد الصباحي فار ومحمود ابو الرجال فار. هي طبعا هم بذلوا مجهود كبير، يمكن امين بذل مجهود بدني كبير جدا، استخدم كل عناصر اللياقه البدنيه من تحمل عام، تحمل سرعه، تحرك، تمركز، يعني تعب في الماتش من الناحيه البدنيه. بقول ان هو عمل ماتش كويس قوي قوي، ولكن كابتن ايمن النهارده عندنا حالات تحكيميه مهمه جدا جدا جدا. بقول الكلام دوت ليه؟ لان احنا من خلال القناه بندي ثقافه تحكيميه لكل عناصر اللعبه، من المدربين للجماهير للاعبين لكل العناصر. النهارده عندنا حالتين مهمين جدا، من خلال الحالات هنشرح ونوضح للناس ايه هو كان المفروض يتعمل النهارده في الحالات. هنروح لاول حاله عندنا كابتن سمير. اول حاله هنا الحاله هنقف نشوف تاني هل في مخالفه ولا مفيش. كابتن ايمن، كابتن عجازي اتفضل، شوف هل في مخالفه ومين اللي نجح في لعب الكوره، مهمة جدا جدا، لان انا هرجع للحكم في اللعبة ديت، لعبة مهمة جدا كابتن علاء. يلا نرجع تاني كده نجيب اللعبة هنا. هنا لاعب النادي الاهلي نجح في لعب الكرة، تمام؟ وبشيد بالحكم لان هو كان ما خدش بالشكل كابتن يوسف، لان احيانا في الملعب بالشكل دوت الحكم ممكن يحسب مخالفة على لاعب النادي الاهلي. بشيد بامين عمر هو خد بالتفاصيل الحالة، وبالتالي خلى اللعب يتواصل واللعب مشي. اللعب مشي هنا، هنشوف ايه اللي حصل. هنا اللعب يستمر والحكم امر باستمرار اللعب ومشى. نقف، هنقف، هنرجع تاني، هنرجع تاني، ماشي ماشي ماشي، هنمشي تاني، ماشي. شوف هو هنا ادى انذار ليه، ستوب. بس هو هنا طبعا مفيش مخالفه والحكم امر باستمرار، مفيش مشكله خالص يا كابتن يوسف. ولكن هنا عندنا لاعب هنا اتكلم او اعترض، عندنا الاعتراض بالقول او بالفعل، هنا لابد الحكم هنا ياخد قرار، وبالتالي هنا كان قرار سليم. الحكم وقف وادى البطاقه الصفراء لاحمد ياسر نتيجه الاعتراض على قرار الحكم، واستأنف اللعب بركله حره غير مباشره. طب سؤال هنا يا كابتن بعد اذن حضرتك. اتفضل. اللعيب اللي مثل وعمل فيها ان هو اتخبط جامد، ياسر ابراهيم خبطه، هل كان ممكن يديله انذار في اللقطه ديت؟ لا لا، هو احنا بندي انذار على التحايل، لما اللاعب يصنع التحايل بيكون هو اللي بيعمله. أي. بيمثل بنديله الانذار، اما في الحاله ديت هو الحكم هنا كان جيد جدا ان هو ركز على مين اللي لعب الكوره، وبالتالي هنا كان قرار الحكم مظبوط. ولكن انا بقول للعيب احمد ياسر انت خلاص، الحكم هو كان صح، انت خدت انذار بدون اي داعي، وبالتالي مهمه جدا في اللي جاي لابد ان هو يراعي ان هو ما يعترضش على قرارات التحكيميه. نروح للحاله الثانيه يا سمير، حاله من الحالات المهمه جدا جدا جدا. شوف هدف النادي الاهلي، هل هناك في مخالفة تمت؟ وانا هربط ما بين هنا ما بين الحكم وهربط ما بين الفار كابتن ايمن. احنا دايما بنقول للحكام لما بيكون في هجمة من فضلك اخر الصفارة شوية لحين انتهاء الهجمة. هنا بنشوف ان حارس المرمى هو اللي راح للاعب المهاجم، هو طلع، وبالتالي ما فيش اي مخالفة من المهاجم، بل بالعكس هو الحارس اصطدم بزميله. وهنا انا شايف ان هنا كرة مفترض ان هي مشيت راحت ناحيه اليمين للاعب النادي الاهلي، نمشي بقى خلاص، هنا مفيش مخالفه خالص، هنا نقف. بس هو هنا المشكله امين عمر عمل ايه النهارده؟ هو كان يجب عليه ان هو ياخر يعجزي، يستنى شويه الصفاره شويه وهيرجع للفار. والله لو كان في مخالفه يحسبها هدف وترجع بالظبط يا كابتن. ده اللي احنا عاوزين نفهمه للناس، انت النهارده امين استعجلت قتلت هدف، ربما كان هذا الهدف ممكن يكون هو هدف المباراه، وفي اللقطه دي ما نقدرش نرجع للفار. خلاص برافو عليك، هو انا الفار هنا ما يقدرش يتدخل خالص، انك انت اوقفت المباراه. تاني يا كابتن بقول يا كابتن امين انت قتلت الهدف،
وكان ممكن يبقى الهدف دوت هو هدف المباراه وبالتالي كان يبقى مؤثر في نتيجه المباراه. صحيح. طبعا هو حظه حلو النادي الاهلي النهارده كسب 2-0، ولكن الهدف بنقول دي حاله تحكيميه للحكام. انا هربط بالحاله ديت وحاله في الاخر خالص كابتن ايمن، ونشوف الحكم مساعد طبق صح طبقا للبروتوكول ولا لا، ولكن انا شايف ان هنا هدف صحيح 100% كان يجب على الحكم ان هو يؤمر باستمرار اللعب ثم يعود للفار. مفيش مخالفه هنا ابدا، وهدف صحيح لم يحتسب للنادي الاهلي. نروح للحاله اللي بعد كده، ده الهدف ده. احنا قلنا اللاعب في موقف تسلل، متى يكون في موقف تسلل ويعاقب؟ عندما يكون طبعا اقرب الى مرمى الخصوم وبقدم او بجزء او برجل. وهنا شايفين هنا اللاعب، هنا لحظه التمرير هنا من اللاعب زميله، هو هنا في موقف تسلل، وبالتالي هنا قرار التسلل قرار صحيح بالاشاره على التسلل، ان هذا اللاعب كان في موقف تسلل ثم رجع وتدخل في اللعب، وبالتالي هنا التسلل موجود يا كابتن يوسف، وحاله من الحالات التحكيميه اللي كان التحكيم فيها قراره صحيح. نروح للحاله اللي جايه اللي بعد كده، هنا بنتكلم في الاخطاء التي ترتكب بثلاث حاجات يا كابتن علاء. الاهمال، ما بنديش فيه انذار، اهمال يعني اللاعب بيحاول يلعب وبعدين حصل منه خطا بسيط ما بيأذيش اللاعب فيه، ما بنديش فيه انذار. ثم التهور بندي فيه بطاقه صفراء، ثم استخدام القوه زي ده بندي فيه بطاقه حمراء. خلي بالك في حاجه مهمه جدا جدا، انا هرجع بس شوف اللاعب هنا اسلوب او طريقه الدخول يا كابتن يوسف كابتن عجيزي، هو جاي من مسافه، المهاجمه موجوده والتكلم موجود، والستارز موجود فين؟ في وتر اكيلس في الانكل من تحت. خلي بالك هنا كمان الرجل هنا لما راحت عاليه في الانكل من فوق. انا شايف ان هنا خطا استخدام قوه زايده، بطاقه حمراء مباشره مش انذار تاني، ولكن هنا بنقول برضك للحكام خلي بالك من التفاصيل دي مهمه جدا جدا. انت اديت انذار في بطاقه حمراء، ولكن هذه الحاله كان يجب انك انت تشيل فيها البطاقه الحمراء نتيجه استخدام القوه الزايده. قلنا اللاعب في سرعه، في قوه، في مهاجمه، في ستارز، في الوتر اكيلس اللي كان ممكن يعمل ازاء للاعب النادي الاهلي. تاني هنا بنشوف اسلوب الدخول وطريقه الدخول، حاله من الحالات المهمه جدا جدا اللي كان يجب فيها اشهار البطاقه الحمراء مباشره. نشوف الحاله بعد كده الثانيه كابتن سمير، نرجع للقطه اللايف ونشوف ستوب. هنا كابتن علاء هذا اللاعب ان لم ترتكب مخالفه ثاني كان عنده امكانيه ان هو يروح من ناحيه اليمين، المساحه قدامه فاضيه، وممكن يعمل عنده اوبشن يعمل باص يروح للمرمى. اذا هنا بنقول ان تعطيل للايه؟ للهجوم الواعد، تعطيل الهجوم الواعد طبقا للقانون في بطاقه صفراء، وبالتالي هنا اشهر الحكم البطاقه الصفراء، وكان قرار صحيح من امين عمر في هذه الحاله. هو هنا لو عدى وراح المساحه كلها هنا فاضيه، وبالتالي هنا كان يجب ان هو يدي بطاقه، وفعلا هو ادى بطاقه لتعطيل الهجوم الواعد وانذار صحيح. الحاله اللي بعد كده، الحاله اللي بعد كده هدف، حاله من الحالات المهمه جدا جدا ستوب. كابتن انا شايف هنا الحكم مساعد بنقول التمركز عشان يقدر ان هو يقدر يربط ما بين لحظه اللعب وموقف التسلل. سمير جمال كان هايل جدا جدا، مركز مواجه الملعب، قدر ان هو يقدر يربط ما بين لحظه اللعب والموقف، وبالتالي هنا هنشوف لحظه اللعب هنا بالهيدرز نمشي اللعبه، عندنا اثنين لاعبين هنا سلام، وبالتالي هنا هدف سليم لا وجود للتسلل، بشيد به سمير جمال في هذه الحاله المهمه اللي زي ما قلنا لو تمركزه كان خطوه يمين قدام او خطوه للخلف كان ممكن ياخد القرار الخاطئ. يلا طيب، حاله من الحالات المهمه اللي برضك بنتكلم في القانون، مهمه جدا جدا يا كابتن علاء، مهمه جدا. اللاعب الاهلي عمل ايه النهارده؟ ستوب كابتن علاء، اللاعب الاهلي حط ولعب. التعديل الجديد في القانون بيقول ايه؟ تاخير استئناف البطاقه مظبوط، او تاخير اشهار البطاقه في الحالات ديت، بس بيدي اتاحه الفرصه للاعب ان هو ممكن يلعب بسرعه يا كابتن عجيزي، والحكم يرجع يدي ايه؟ البطاقه فور توقف. ليه؟ لان هنا اللاعب هنا كان عنده فرصه هجوم واعد، وبالتالي هنا والحكم بيخليه ياخد الكره ثاني ويروح
اداله الفرصه هي ورجع تاني للبطاقه الصفراء، لان هنا بنقول البطاقه الصفراء هنا لايه؟ للمسك الصارخ، وبالتالي هنا قرار مهم جدا جدا من الحكم امين عمر في ان هو سمح باستمرار اللعب، ثم عاد وايه؟ اشهر البطاقه الصفراء، وبحييه على تطبيق التعديل الجديد اللي هو جاي في القانون 2021 2022. الحاله اللي بعد كده معانا اخر حاله تقريبا، نشوف الحاله دي مهمه جدا بقى اللي احنا بنتكلم عليها، وهنربط بينها ما بين الحاله الاولى يا كابتن. هنربط بيها ما بين الحاله الاولى. هنا اللاعب المهاجم كان في موقف تسلل، الحكم المساعد عارف كويس قوي قوي ان هو كان في موقف تسلل، احتفظ بالقرار لحين انتهاء الهجمه. لحين انتهاء الهجمه، هنا اللاعب في موقف تسلل هو الابيض لحظه التمرير، هنا المساعد عارف بس ساب اللعب يتواصل ليه؟ لان ممكن يكون هو قراره خاطئ. لو رفع ساعتها الرايه كان الحكم هيصفر زي الحاله الاولانيه، بنقول له ايه؟ الحكم هنا عمل دليل القرار بتاعه ثم خلى اللعبه تواصل ورجع راح اشار بيه. احنا بنشوفها كتير اللقطه دي في مباريات الدوري المصري يا كابتن. مهمه جدا يا كابتن، مهمه جدا. انا برضك بشير لو رجعنا للقطه لايف مخرجنا العظيم هتكلم في حاجه مهمه جدا برضك، واحنا في الدقيقه تقريبا 93 هنا نشوف الحكم امين عمر، نمشي 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 للسبرنت اللي احنا بنطالب بيه في اخر دقيقه من الشوط الثاني، مهم جدا جدا. وهنا الحكم مساعد احمد حسام طبق القانون كما يجب ان هو يطبق، اخر القرار ثم في الاخر خالص بعد انتهاء الهجمه اشار بيه التسلل. انا بربط بين الحاله ديت كابتن علاء والحاله الاولى، كان يجب على الحكم ايضا في الحاله الاولى هدف النادي الاهلي كان يعمل دليل القرار ويستنى خالص يشوف الهدف فيه هدف ولا ما فيش، ثم يرجع للفار هدف يبقى هدف، مش هدف يبقى هو كان صفر. انما هو لما صفر كابتن ايمن وقفت المباراه، الفار ما بداش يتدخل. الحاله التحكيميه دي مهمه جدا جدا، نقول للحكام النهارده نتيجه النادي الاهلي النهارده يمكن شالت الضغوط اللي عليكم، لان بقول النهارده لو لا قدر الله في تعادل او في خساره كان في هدف لم يحتسب وكان هيأثر في نتيجه المباراه. فرصه لحكامنا ولمدربينا وكل عناصر اللعب النهارده ان هم من خلال الحالات التحكيميه النهارده يستفيدوا في المباراه اللي جايه، واحنا بنقول دي الثقافه التحكيميه كابتن ايمن اللي احنا نوصلها لجمهورنا، وبنقول كمان لحكامنا من فضلك طالما في الفار في بروتوكول فار اخر القرار خاصه في الهجوم اللي ممكن يحصل منه هدف. دي كانت كل الحالات اللي موجوده النهارده، ونتمنى ان شاء الله ان الاخطاء مره عن مره تقل، وبنقول بالتوفيق للتحكيم المصري في الفتره الجايه. بنشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. شكرا يا كابتن ايمن، شكرا. ونهايه الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنكون وصلنا لنهايه الاستوديو التحليلي النهارده، والف الف مبروك للنادي الاهلي، وبنشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن علاء ميهوب الف شكر. شكرا يا ايمن، شكرا يا ايمن. كابتن محمد يوسف الف شكر. شكرا كابتن ايمن، مبروك للنادي الاهلي. كابتن عادل مصطفى الف شكر. الف شكر كابتن. كابتن هاني العجيزي الف شكر. شكرا. والشكر ايضا لحضراتكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر، لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.